فرق بين أحسن بي وأحسن إلي. أنت لما تسأل أحد تقول أحسن الله بك أم إليك؟ ها؟ وش تقول؟ أحسن الله إليك. إذن لما قال يوسف وقد أحسن بي، ما قال إلي؟ لا، لأنه لو قال الله وقد أحسن لي، الإحسان مقتصر على ذات إيه؟ يوسف. لكن أحسن بي أي جعل الله الإحسان على أهل مصر بإيه؟ بي، بيوسف. الدليل الخزائن مصر الذي فعلها، أنه وقف على خزائن مصر وأحسن لإخوته ورفع أبوي على العرش، فالله جعله إحسان للناس. فكلمة أحسن بي تختلف عن أحسن إلي. أحسن إلي قاصر لك، لنقول أحسن الله إلي بمعنى. لهذا قارون، قارون ماذا قالوا له؟ ها؟ أحسن كما أحسن الله إيه؟ إليك. ما قالوا له كما أحسن الله إيه؟ بك، لأنه لم يحسن لأحد. كان مال قارون يقتصر على ذاته ويقتصر على نفسه ولم يحسن لأحد، فقصر الإحسان عليه. خلاص أنت فلوسك عندك ما نفعت بها أحد. أما يوسف لا، كان ينفع القاصي والداني لنيا.